علي ده. الله سلام. طيب طيب يا طيب سلام. ابو مبارك رحم الله والدك، اللهم امين، رفع منزلته في عليين يا حي يا ويجمعكم به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم امين. الموضوع اليوم جميل جدا، وهو يجب ان نتواصى عليه جميعا، سواء في الاعلام او في المجالس او في المجتمعات او في الاجتماعات، اللي هو الأسرة والحفاظ على الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع. حسنت. إن صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإن بوركت الأسرة بورك المجتمع، وإن سمت الأسرة سمى المجتمع. لا تجد مجتمع ناجح الأسر فيه خايبة. ما يعمل ويدبر ويصنع في المنزل يعكس على المجتمع. صحيح. نعم. لأن المجتمع هو أصلا ثمرة ما يدار في البيوت، وما يصنع في البيوت، وما يربى في البيوت. لا تقول لي والله أنا كل مسؤول عن نفسه وكل، لا، أنت مسؤول عن عائلتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. السلام. والله أن هذا الحديث يا أخوان إنه يتدارى إلى ذهني دائما، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هذا الحديث بعض الناس ترى يقرأه ولا يستشعره، ولا يقرأه، يمر عليه مرور الكرام. وهذا ترى فيه رسالة عظيمة جدا. وش معنى كلكم راع وكل قصرت في واجباتهم، وأن أكرمتهم وأن أعطيتهم وأن أخذت من حقهم؟ هم رعيتك، هم رعية تحت إدارتك. فلذلك يجب أن يستشعر الإنسان مثل هذه المواضيع. أنا فقدت والدي رحمه الله تعالى وأنا في عمر 6 سنوات، في عمر 12 سنة عفوا، في سادس ابتدائي. وكان يقول لي يوم نقل الله من المستشفى العسكري في المنطقة الجنوبية إلى الرياض، آخر من سلم عليه وطلع من الغرفة أنا. فمسكني شدني بيدي قال الله الله في هلك، الله الله في هلك، ثم وصاني في أختي. يا سلام. قال الله الله في أختك. والله يا أخوان إني خرجت من غرفة المستشفى وإنه جاني شعور إنه لن يرجع، وإن هذه الكلمة هي المعلاق اللي بيني وبينه، متكفل، إنها هي المعلاق بيني وبين بين بين والدي. فاستشعرت المسؤولية ما هم من يوم مات، من يوم خرجت من غرفته. وجلست أفكر، مع أني وقتها يعني 12 سنة كلمة خلت عمرك من 12 إلى 52 سنة، إلى 52 سنة. والله يا أخوان حتى أذكر أن كان يوم الثاني عيد، عيد الفطر، أن الناس في العيد وإني أفكر في كلمته، وش معه في كلمته، وش قصته في كلمته، وليش قال الكلمة هذه في الوقت ذا. الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، الشباب الآن ما شاء الله تبارك الله، والله أنهم أجيد مني وأطلق مني وأحب مني، الله ونعم ونعم. والبنت من فضل الله سبحانه تزوجت ورزقها الله بذرية، رزقها الله بزوج صالح، الله يجعلهم بارين، ووالدتي في صحة وعافية. ولكن لابد أن يستشعر كل رجل مكانته، ولازم تكون لينا هينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة، حديث الذي رواه النسائي، تقول فمعنى الحديث يعني شوف الاستشهاد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى، يعني من أتى بالرسالة، من عرج به إلى السماء، من فلق القمر في عهده، من أسلبه من مكة إلى بيت المقدس، من إذا قال للقوم قوموا قاموا، من قال إذا اجلسوا اجلسوا، من إذا أراد بملك الجبال أن يطبق على أهل مكة الأخشبين لطبقها. ومع ذلك يقول لعائشة رضي الله عنها يا حميرة، هل عابت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال يا حميرة ألا تحبين أن تنظري إليهم؟ وكان الصبية يلعبون في المسجد، فشلها النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه. هذا شوف التواضع مع أهله. لم يذكر في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته عابسا، إلا في موقف أو موقفين ونزلت فيه آيات. حتى في حادثة الإفك العظيم كان يتصدد صلى الله عليه وسلم، يبقى يكلم أحد، بعضهم لما صار على ما قال ابو مفلح، ابو مفلح
صار عنده مشكلة في الخلاها بحمايطه في البيت. أنتوا دشير، أنتوا ما أنتوا تفهمون أنتوا. لا 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 لا، عيالك والله أنهم نعم، وبناتك نعم، وزوجتك نعم. لا تنقل مشاكلك الخارجية للداخل. إذا أنت مرة متأزم، أنا عندي قاعدة، إذا أنا متأزم قدهم يعرفون طبيعي أصلا أهلي، أدخل غرفتي وصك علي وقع أنا. تقول أمي لا تنام وأنت زعلان، ترى الناس يموتون. قلت ما حد ميت قبل يوم. الله أكبر. لا تجي لهم، لا تنقل مشاكلك الخارجية داخل بيتك نهائيا. ادخلوا بوجه غير الوجه اللي اللي طلعت به. ثم اجعل لنفسك قدوة، اجعل أنت نفسك قدوة، خلك أنت القدوة اللي تقدمك. ما بشرط، مو بكل شيء تعليم ولا كل شيء تلقين، هي القدوات. في صلح الحديبية، حادثة صلح الحديبية، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال انحروا وتحللوا، ثقف المسلمون على واحد نفذ. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كبار الصحابة، ما واحد نفذ كلام الرسول. ذهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم كر عليهم، قال انحروا وتحللوا على واحد رد. فرجع المن، ما رجع لأبو بكر ولا رجع العمر، رجع لأم سلمة رضي الله عنها، ودخل عليها قال هلك المسلمون، هلك المسلمون، وأمرهم فلا يطيعون. أو كما جاء في حديث سلم، قالت يا رسول، حديث طويل ولكن زبدة الكلام، قالت يا رسول الله احلق ويحلقون. أنت القدوة، لا تعطي لا تلكن، احلق ويحلقون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحر هديه وكبر حتى ارتجت الأرض. يقول فتخاطف الصحابة على هدا هدا على 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 ذبائحهم، يقول حتى كادوا يقتتلوا، كل على هديه ينحرون ويكبروا وتحللوا. قدوة، ما قضية. إذا ليس كل شيء تلقين، مو بكل شيء بالتلقين ويا فلان سوي يا فلان، ولا هو بشرط أن ولدك يجي نسختك، ما هو بشرط. بعض الأحيان يمكن يجي ولدك أطلق منك بالعربي، يمكن ولدك يجي أطلق منك وديد منك، وهذا يزيدك فخر. ويمكن ولدك ما الله عطاه القدرة اللي عندك، يمكن الله عطاك حكمة وفطنة وطلقة في اللسان وعرف واسع، والله عطاك ولدا قلبه طيب وجليل على نياته. هذه مشاعر ما يقدر يتحكم فيها، فلذلك كن أنت لابنها الأساسية، الأب أو من كان مسؤول عن هذه العائلة، كن أنت لابنها الأساسية الذي يستمد منها الأسرة طاقتها. لأنهم كل ما وجدوا التضييق عندك وقلة الإدراك وقلة التعاون وعدم اللامبالاة، تأكد 100% سيلجؤون لغيرك. أنا عشان بس ما يخرجون من إطارك، ما يفوتني السؤال، وودي بعد ناخذ